ايه اللي جرى سيادة الوزير؟ طمنكم على المفاوضات ولا لا؟ حطنا في صورة هذا الاجتماع اليوم مع دكتور محمد عبد العاطي وزير الري. في الحقيقة احنا يعني تلقينا دعوة كريمة من وزارة الري، والحقيقة انه اللقاء كان لقاء مثمر جدا وبيعبر عن يعني هقول مبادرة تشاركية في الأفكار والمعلومات اللي كتير مننا الحقيقة ما كانش عنده دراية بيها. الحقيقة ان احنا يعني تأكدنا انه يعني كما أكد معالي الوزير انه الدولة المصرية هي دولة مؤسسات في المقام الأول، بتتعامل مع الملفات بمنتهى الحكمة بمنتهى الصبر وبمنتهى الدبلوماسية. والحقيقة انه كم المعلومات الكبير الحقيقة اللي يعني حصلنا عليه النهاردة من خلال النقاش مع معالي الوزير، يعني أهمها إيه؟ معلومات مطمئنة للغاية. طبعا سيادته سرد تاريخ السدود في القارة الأفريقية، يعني اللي احنا مهتمين بيها كدولة مصرية في الأزمة اللي احنا بنعيشها. سرد تفاصيل بناء سد النهضة، ولحسن الحظ ان كان سيادته في يعني اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء في 2011، وهم يعني وقت قيام الثورة كانت اللجنة منعقدة هناك في أديس أبابا. سيادته حكى لنا مجموعة من التفاصيل اللي تخلينا يعني نطمئن من يعني الاحتياطي المائي الخاص بينا، نطمئن على الدولة المصرية من الإجراءات الحماية اللي هي أخدتها وبتاخدها في قضايا متعددة جدا زي قضايا اتباع أساليب الري الحديثة علشان نقدر نوفر المياه، زي الحملات الدعائية لتوفير وترشيد استهلاك المياه، زي مجموعة من البيانات التي تصدر عن وزارة الموارد المائية والري بخصوص يعني تصنيف مصر المائي ودعم مصر للقارة الأفريقية. الحقيقة أنه يعني الدولة المصرية بتقدم وقدمت وما زالت تقدم الدعم الكبير، وهي يعني الدولة المصرية ليست ضد أي تنمية في أفريقيا، بالعكس الدولة المصرية يعني من بدايات التاريخ وهي تستثمر في كل دول أفريقيا، وخصوصا بالمناسبة أثيوبيا. احنا بنستثمر في أثيوبيا وبندعم التنمية في أثيوبيا. نعم. كان تقريبا كان أول البنك المركزي الأثيوبي كان بتأسيس مصري، وكانت اجتماعات البنك المركزي الأثيوبي داخل القاهرة، وده من قديم الأزل مش من النهاردة ولا من السنة فاتت. الدولة المصرية لها تأثير كبير جدا في العمق الأفريقي، والحقيقة إنه إحنا مطمئنين لأننا النهاردة كنا يعني جلسنا فعلا وزير يعني محترم ويعلم جيدا ماذا يفعل، ويعني كان يجيب في حدود الحفاظ على الأمن القومي المصري. كلمكم ازاي إدارة هذا الملف؟ وصلنا فين في هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة؟ رايحين لفين في هذا الأمر؟ الحقيقة إنه معالي الوزير يعني سرد تفاصيل المفاوضات في البداية، وقال إنه يعني بيبقى أحيانا المفاوضات بتحتاج وقت أطول، ومفيش حاجة بتتاخد كده بالصدفة. لازم يكون في تقارير فنية بتعد، ولازم يكون في تعضيد للموقف. الجانب الأسيوبي يعني بيراوغ في معظم الأوقات، ولكن الدولة المصرية بتعمل كمؤسسات بصف على صف واحد، بتنسق تنسيق كامل جدا، يعني وزارة الخارجية مع وزارة الموارد المائية والري مع الوزارات المعنية، وزارة الدفاع أو الأجهزة الأخرى وما إلى ذلك. ويعني الأمر إن شاء الله في إطار السيطرة. احنا عندنا خطط كثيرة جدا معالي الوزير أطلعنا عليها النهاردة بخصوص يعني الحفاظ على المناسيب الخاصة بارتفاع المياه في نهر النيل، إلى جانب كمان يعني القضية الخاصة بالحفاظ على مياه نهر النيل في حالة الزيادة من مفيض توشكا. الحقيقة انه احنا بنحتاج، وسيادة الوزير النهاردة كان
بيأكد على هذا الأمر، محتاجين إنه نوعي الشباب المصري ونوعي الشعب المصري بضرورة ترشيد استهلاك المياه في الفترة اللي جاية، بضرورة استخدام الأساليب الحديثة في الري وفي استخدام المياه استخدام عادل جدا. كمان سيادته أكد على ضرورة انتشار الوعي الجمعي بخصوص الزيادة السكانية، وسيادته أكد أيضا على أنه لازم نسيب حاجة للأجيال اللي بعد كده، لازم نحافظ على القدر الكافي لتأمين الحياة اللي بعد كده. كمان سيادته أكد على نقطة مهمة جدا، أنه قضية الحياة بالنسبة لجمهورية مصر العربية هي قضية حياة أو موت لا تنازل عنها إطلاقا، وإنه إلى الآن مفيش أي تأثير. كمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطرقت من خلال مجموعة من النقاشات اللي أدارها الزملاء لأسئلة كمان أبعد من هذا السيناريو. إحنا بطبعنا كسياسيين بنحب نعرف يعني الحدود القصوى في السيناريوهات الأكثر كارثية، ومجموعة من الزملاء سألوا ماذا لو يعني يعني تعنت اضطرارا يعني اثيوبيا. تعنت الجانب الاثيوبي، الى جانب كمان انه اثيوبيا خلاص ملت السد، ده الامر تطور بقى انه السد يعني تصدع او حصل فيه اي مشكله تقنيه او ما. في الحقيقه انه رد سياده الوزير كان رد فني جدا، وقال انه احنا عندنا احتياطات مهمه جدا تم اتخاذها على مدار الست شهور اللي فاتوا في قضايا الافرع، و يعني انه على المناسيب بتاعه المياه في الافرع الخاصه بنهر النيل. كمان عندنا لا، هل دكتور خالد معلش النقطه دي، هل الوزير قال لكم حاجه فيما يتعلق بالجزء الفني في سد اثيوبيا؟ هل اشار لهذا الامر؟ تكلم هو عنه؟ سيادته اشار في الجزء الخاص بالمفاوضات ان كان هناك في الجزء الاول كان هناك دراسات بتقول انه يعني التوربينات مش جاهزه للملء، وانه استعداد اثيوبيا للملء كان يعني بشكل يعني مستعجل جدا، وكان المفترض علشان ما يحصلش كوارث زي اللي حصلت في الجانب السوداني الشقيق، يعني كان المفترض انه يكون الملء بشكل متباطئ علشان ما يحصلش يعني مشاكل